أرحب بكم من جديد مشاهدينا. قال وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري أن الكويت أضحت منارة للإشعاع الفكري بحملها مشعل الثقافة العربية منذ أمد بعيد وتسخيرها كل الإمكانات لتعزيز دورها. وأضاف الجبري في كلمة ألقاها خلال افتتاحه الدورة 24 لمهرجان القرين الثقافي مساء أمس نيابة عن راعي المهرجان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن الكويت تفخر بهذه الريادة التي تلقى كل أنواع الرعاية والدعم والتأييد من قيادتها الحكيمة. أطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدورة 24 لمهرجان القرين الثقافي على مسرح عبد الحسين عبد الرضا، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإعلام رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري. لقد حملت الكويت مشعل الثقافة العربية منذ أمد بعيد، وسخرت لها كل ما يلزم من إمكانات، ولها الحق أن تفخر بهذه الريادة التي تلقى كافة أنواع الرعاية والدعم والتأييد من لدن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم. في هذه اللحظات المفعمة بمشاعر الأخوة والصداقة، وفي هذا العرس الثقافي الذي يجمع بين مختلف أطياف الإبداع والفكر والأدب والفنون، حيث يلتقي المفكرون والفنانون والإعلاميون والنقاد والأدباء العرب لصياغة إضافات جديدة لسجل الثقافة العربية، يؤكد مهرجان القرين الثقافي رسالة الكويت السامية لرعاية الإبداع والفكر والأدب والفنون، وتحظى بكامل الدعم والاهتمام من الحكومة الموقرة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ضمن استراتيجية دولة الكويت الثقافية الطموحة التي تم إقرارها. مهرجان القرين الثقافي، والذي تستمر فعاليته حتى 29 من شهر يناير الجاري، يعد تظاهرة ثقافية بديعة تحمل معها العديد من الرؤى والفعاليات والإبداعات الفنية الكويتية والعربية. مهرجان القرين الثقافي يضم مختلف قوالب العمل الثقافي. هذا العام نحن نتحدث عن أنشطة في مجال المسرح، في مجال الفنون التشكيلية، في مجال الأدب، في مجال الندوة الرئيسية للمهرجان. مهرجان القرين في هذا العام يميز الحقيقة التكريم. في انطلاقة هذا المهرجان كانت بتكريم الشاعر الغنائي الأستاذ ياسين شملال الحساوي، سيصار أيضا إلى تكريم كوكبة من المبدعين من أبناء هذا الوطن من الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية. هذه الدورة ستكرس ظاهرة احتفاء الكويت بأبنائها المبدعين في شتى المجالات الثقافية، ومنها تكريم الشاعر الغنائي ياسين شملان الحساوي. وأيضا سيكون للمهرجان خصوصية في أبعاده التي تظهر الزخم والجهد الثقافي الكويتي إلى العالم العربي. من مهرجان القرين الثقافي بدورته 24، يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.